استاذ عبد الله يتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لك يا دكتور عمرو. فضل ونعم الحمد لله. كل سنه وحضرتك طيب. حضرتك بخير وسلام يا فندم. والله يا فندم انا عندي مشكله كده عايز اقولها لحضرتك يعني في سؤال. اتفضل اتفضل. انا متزوج من 31 سنه. واخد بالك سعادتك؟ لسه حديث نعم. الزواج يعني 31 سنه. ما انا بقول لك لسه حديث الزواج يعني. ربنا اكرمني بخمس اولاد، اربع اولاد يا رب وكل حاجه. المهم سعادتك انا كنت عايش عيشه كويسه وكل حاجه، مريت بظروف يعني سيئه شويه من قيمه فتره صغيره لغايه كورونا كده مثلا. بعد كورونا ففوجئت بالست بتاعتي، رفعت عليا قضيه خلع. ليا ابن بدا يتعدى عليا. رفعت عليا قضيه خلع وللاسف طبعا كذبتها، وانا رافض الكلام ده كله ان الكلام ده مخالف للشرائع السماويه. طيب معلش بس خلينا نتكلم في مسألة يعني أنت بتسألني وتقول لي مخالف الشرائع السماوية، خلينا بس نكمل السؤال يا أستاذ عبد الله. عبد الله أيوة يا فندم. فأنا أنا أنا بعت لحضراتكم هناك في شيخ في المشيخة، وفي ناس اتصلت بيها على أساس نقعد ونحل الخلاف ده ونحل الموضوع ده. هي رافضة. طيب وبعدين؟ هي رافضة ودلوقتي الولاد يعني بتحرض الولاد عليا. فين السؤال بقى؟ السؤال أنا عاوز يعني أتصرف في الموضوع ده إزاي؟ اجاوب حضرتك يا استاذ عبد الله. طيب استاذ عبد الله اللي حضرتك بتسالني عليه دوت مش حكم شرعي قد ما هو استشاره، وانت فعلا محتاج الاستشاره دي ان انتوا الاثنين تكونوا موجودين. اول حاجه انا نصيحتي ليك تعمل ايه في ده؟ شوف السبب الرئيسي اللي تم الخلع علشانه، ومساله ان الخلع ده مش مخالف للشرائع السماويه كلام مش صحيح، هو اللي موجود في القانون موافق للشريعه وصحيح وكل اللي تم دوت تم للمصلحة. الأمر الثاني ببساطة خالص لازم تعرف الخلع حصل ليه. أنت لو بتسألني يعني هي بتقول إن هي طول حياتها كانت محتاجة حد يحمل المسؤولية، وهي كانت بتحمل مسؤولية البيت كأنها الرجل والست الاثنين مع بعض. هي بتقول إن هي كانت محتاجة حد ما يقساش عليها ويعملها بالقسوة دي، وانت جاي تفتكرني بعد سنوات طويله لغايه ما حسيت ان انا انت ما اتعاملتش مع اهلي بشكل صحيح. فلازم نعرف السبب ونعالج السبب اولا عشان نقدر نرجع، لان انت دلوقتي مش ازواج، هي دلوقتي مطلقه منك، والخلع ده طلاق بائن بينونه صغرى اذا كانت دي اول طلقه. فاذا هي دلوقتي عشان ترجع لك لازم تقتنع بان هي وكانك انت بتخطبها من جديد، لازم تقتنع بانك انت بتحبها. فانت لازم تفكر شويتين ثلاثه ازاي هتوصل لها المعنى ده، لكن مش هيتوصل لها المعنى ان انت تبتدي تلوم عليها، لان هي معنى ان هي راحت عملت خلع ان هي وصلت الى الامتلاء. فانت محتاج تخلي ده يتفرغ بشيء من الود والمحبه واظهار الحب الحقيقي. اما مساله ان كمان الاولاد يتطور حالهم كده، طبعا محدش في الدنيا يرضى ان الاولاد يتطوروا على ابوهم، لكن ده مؤشر خطر، يبقى انت محتاج معالجات دقيقة عشان تخلي حبك يدخل مرة تانية في قلب طليقتك. فده شيء مهم جدا لازم تعمله، لازم تروح للموضوع اللي كان تسبب وتغيره، ولازم يكون في يتدخل وسائط. واهلا فيكم واهلا بيكم في دار الافتاء المصرية في مركز الارشاد الزواجي، نساعدكم لو انك انتوا اتفقتوا ازاي ممكن ترجعوا الزواج ده مرة تانية. نعم.